خلاص يا سيدي ما تزقش، انت حر مع اني عارفاها. مين؟ انا خربوش. عاوز ايه يا سي خربوش؟ جرايه جمالات ما تفتحي، عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه المهم اللي انت عاوزني فيه؟ جرايه بيت، بقولك موضوع مهم، افتح الباب. اديني فتحت لك المخروب اهو، هي وكاله من غير بواب؟ الله، مش في تليفون تطلبني فيه؟ ليه؟ غير عروستي ولا غير عروستي؟ انا جاي اختي. يا سلام، وافرض حسين كان هنا، يبقى الحل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش على اخوك، امنت على العربيه ما لقيتهاش تحت، وقراني البواب اللي هو مش فوق. بعدين يا اختي افرضي يعني جه ولقينا مع بعض، مفيش مشكله، اخه بيشق على اخته، ابو ناس ابو جاي يشرفه. حصل لنا الشارب، اديني فتحت لك ودخلت، ايه المطلوب بقى دلوقتي؟ البت نوسه. اشمعنى؟ جرالك ايه يا جمال ايه؟ انت تخشي لي قافيه؟ البت خلاص قربت تخرج من السجن. واعمل ايه ان شاء الله؟ اصغرط لها ولا اجيب لها حصباله ولا اجيب لها الصعايده يزفوه؟ لا، سيب المصلحه دي على العبد لله. العبد لله دي لو شافتك هتتف في خلقتك. تتف في خلقه مين يا جمالات؟ ده انا خربوش. يا بت تسحيلي شويه، البت دي خارجه من السجن وحدانيه، عايزه الصدر الحنيه، عايزه حد يحاجي عليها. يا سلام، ما كنتش ناوي ترجع تعمل فرقه تاني؟ وقرب قرب قرب قرب، اتفرج على وسطها ينور، على خدها ينور. جرايه يا اخوي، جرايه ابن امي وابويا، بتحترم نفسك وتتلم بقى، وتحاجي على القرشين اللي بتاخدهم كل اول شهر، وتحمد ربنا وش وضهر. ملعون ابو القرشين دول اللي اتزلقني بيهم. فلوس ايه يا ام فلوس؟ تقدر تقول لي انت ناوي على ايه؟ ناوي اتجوزها. انت عارف ان انا بحب موسى من زمان. وهو بالمره نعمل جميله في حسين بيه. نبعد البيت عن الواد. يا عيني عليك يا اخوي، نايم في العسل نوم. يكون في معلومك بقى، الواد اتجوز جوازه سوء، وكلها كم شهر ولي العهد هيشرف. اللي ما تعرفوش بقى يا جمالات، ان سي عمر ده رايح جاي على السجن بيشوف نوسه وبيكلم نوسه، عمال على بطال. وانت عرفت الكلام ده منين يا الدلعادي؟ مشمش بعكمه السجارتين بيخر وبيقول على نشره الاخبار كلها. لا يخرب بيتك يا عمر، وحيرنا معاه، مش عارف الواد ده ناوي على ايه. جرالك يا جمالات، باين العز والخمره النظيفه لقيست على دماغي، ما عدتش بتفهم. الواد عايز يتجوزها يا جمالات، عايز يتجوزها وينقط ابوه اللي هو جوزك حسين بيه الباشا. وبعدين في اللي بيحصل ده؟ ولا تعتلي هم يا حبيبه اخوكي، انا هروح لجوزك حسين بيه وافهمه كل حاجه، وهقري اللي انا هروح لنوسه اقابلها وهي خارجه بزفه بلدي ما حصلتش، ولما اقابلها اقول لها سي عمر اتجوز ومراته هتخلف كمان شهرين ثلاثه. طب بقول لك ايه يا حبيبي اختك، بس سيب لي الطلعه دي انا اطلعها، على الاقل ده كلام نسوان هعرف افرسها كويس. جرالك يا جمالات، خليك انت البرنسسه المتوجه، خليك انت هنا في القصر بتاعك، سيب المصلحه دي عليا. المهم الالمان يا حبيبه اخوكي. اتفضل حضرتك. شكرا. متشكرين يا نوره. العفو حبيبتي. لو تعرف انا عملت ايه في المأمور لما عرفت اني منعك تشوفني، لغايه ما اعترف لي ان ابوك هو اللي طلب منه يعمل كده. ولا يهمك يا نوسه، بعدين خلاص هانت كلها اسبوعين وتخرجي لي بالف سلامه. وهتعمل ايه لما اخرج من هنا؟ لا مش هقول لك، ده انا محضر لك مفاجات كتير قوي. طب قول لي حاجه منهم. لا خالص، انت عايز تحرق لي مفاجاه ولا ايه؟ طب حته قد كده اهو. ولا فتفوت. الا قول لي يا عمر، انت عامل ايه مع مراتك؟ مبسوط؟ ده سؤال تساليه يا نوسة. منه لله اللي كان السبب في اللي احنا فيه ده. خلاص يا نوسة، محدش هيقدر يبعدنا عن بعض تاني. تفتكر؟ مش هطلعها، مش هطلعها، مش هطلعها، مش هطلعها. عمر، 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 فوق مين تاني مش هتطلقها؟ كنت بحلم. هو في حد يا حبيبي عايزك تطلقني؟ يا ريت يا شيخة، يا ريت. أنا مقتنع جدا بكلامك يا خرموش. ما تحرمش من حنية قلبك سعادة الباشا، بس أنا طالب منك خدمة مهمة أوي، عايزين اليوم ده تشغل لنا الباشمهندس عمر بأي شكل، قوم ما يروحش يقابلها وهي خارجة من السجن، قوم هي تفتكر إن هو غدر بيها وباعها. من ناحية أنا بقى هقابلها مقابلة عنبرية، مقابلة ما تحلمش بيها خالص، قوم تشوف الفرق. برافو 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 يا كربوش. ما تحرمش منك يا سعادة الباشا خدامة، بس زي ما أنت عارف المصلحة دي يعني هتحتاج شوية ألمونيا، فلوس يعني. يا راجل ما تحملش هم،
شوف المبلغ اللي انت عايزه ايه وقولي عليه. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. حاجه واحده بس اخيره، جمالات اختي ما تعرفش اللي بيننا وبين بعض. والله العظيم انا مكسوف منك. جمالات فاكرين بشتغل ساعات؟ لا ما كده. تشتغلني؟ تشتغلني ليه؟ ده كلام برضه. لا طب مش هقول لها. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. ربنا يعلم راكبك يا رب كمان وكمان. اخد من بنك كام ولا من المحاسب اخد منه كام يعني؟ بصراحه بقى يا عمر انا مش متحمس لموضوع كريم ده. ليه بس؟ كريم ده شاب ممتاز جدا. لا ده بتاع مشاكل. انت الناس اللي عملوا مع المقاول دحروج. اللي عمله ده عشان هو امين في شغله. لا علشان هو مش مرن في شغله. هو الراجل عشان جد يبقى مش مرن؟ بقول لك يا عمر مكتب اسبانيا ده مهم جدا لشغلنا خصوصا بزنس السيراميك. والله عشان كده انا رشحته ان هو يمسكه. يعني انت متحمس له؟ فوق ما تتخيل. امال ابوك مش متحمس له عشان يجوزه من اختك؟ لا بابا قصه تانية. بابا عايز جوازه منى دي تبقى صفقه كبيره يستفيد منها. انت هتقول لي على ابوك؟ ابوك عايز يكوش على كله. مع اني دايما اقول لبابا ان يعني نجاحه كرجل اعمال قدوه لاي شاب بيبدا حياته. مش ابوك لوحده، كلنا. طب ليه بقى ما نقفش مع الشباب دول ونساعدهم؟ ولا يعني لازم يبقى ابن رئيس ولا ابن محافظ؟ بصراحه بقى يا عمر هم دول اللي بيسلكوا. ولاد المحافظين والوزراء ورئاسه الوزراء ورئاسه الجمهوريه هم دول اللي بيحكموا. عمرك شفت غلبان بيحكم بلد؟ بالعكس اللي بيحكموا اللي معاهم الملايين. طب بغض النظر بقى عن الموضوع ده، انا عاوز حضرتك تساعدني ان احنا نقنع بابا يوافق على جوازه كريم من منى اختي. ده انت حماسك له واصل لجوازه من اختك؟ لاني متاكد انه شاب كويس ومكسب للمجموعه كمان. تمام الحمد لله زي ما قال عمر، بس الوظيفه مؤقته. الحمد لله ان هو عينك، ما تتصورش انا كنت قلقانه قد ايه. بس ده عايزني اسافر في خلال اسبوعين. عشان كده انت لازم تكلم بابي. تفتكري هيوافق؟ ولو ما وافقش احنا نتجوز ونسافر. معقوله يا منى؟ ايه خايف؟ لا مش خايف طبعا، بس انت عارفه يا عبد القوي بقى ايه بالنسبه لباباكي. عندك حق، وساعتها ممكن يطيرك من الشغلانه. يبقى احنا مفيش قدامنا غير عمر، يا يقنع بابي بيك يا اما يساهموا على حاجه بينهم. حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ مش ضروري تعرف، دي اسرار بيني وبين اخويا. بقول لك ايه، انا هحدد لك ميعاد مع بابي وهخلي عمر يبقى موجود في الميعاد ده. امتى يا منى؟ انت عمرك ما هتبقي جد ابدا. طب ايه رايك بقى نتغدى سوا النهارده؟ خلاص اوكي هستناكي. اوكي يا حبيبتي، باي باي. باي. ايه مالك مبوزع الصبح كده ليه؟ جوزك زعلك في حاجه؟ انتوا ليه عايزين تطلقوني منه؟ هو مين ده اللي عايزين نطلقك منه؟ عمر. هو قالك كده؟ لا بس امبارح كان نايم جنبي وسمعته بيقول مش هطلقها مش هطلقها. يعني كان بيحلم؟ ايوه. وقالك ان انت اللي كنتي معاه؟ لا. عرفتي بقى انك خايبه؟ بذمتك احنا ذنبنا ايه في الموضوع ده؟ يعني انتوا مش عايزين تطلقوني منه؟ وهنطلقك منه ليه بس يا حبيبتي؟ انت ناسيه انك حامل؟ وباباكي هيتجنن على اللي في بطنك؟ امال ايه حكايه الحلم ده بس؟ انت كده قلقتيني. مش يمكن الولد ده يكون متجوز واحده ثانيه من ورانا؟ وايه الاخبار يا حضره الضابط؟ ما بلاش بقى حضره الضابط دي. ليه انت سبت الخدمه ولا ايه؟ لا قولي للشريف على طول. خلاص شريف على طول. انا عرفت ان انت خارجه قريب. ظنك فيا بقى ولا انت زعلان عشان مش هتعرف تزورني؟ الحقيقه انا جيت قبلك قبل ما تخرجي عشان عايزك تيجي تزوريني. انا اتنقلت مكان كويس قوي. المهم انت مبسوط في مكانك الجديد؟ انا كان طول عمري بتمنى ان انا اكون في مكان زي اللي انا فيه ده. مقاولك فين في شرم الشيخ؟ ماسك نقطه اسمها الغرقانه. انت مش متخيل المكان ده ساحر قد ايه. لو جيتي شرم الشيخ لازم تسالي عليه، هيعجبك قوي. يعني انت مستريح هناك؟ جدا. واطمني بقى دلوقتي ما عندهمش حجه ان هم يغضبوا عليا وينقلوني مكان تاني. ايه ده انت ناوي تسمع كلامهم؟ الحقيقه مفيش حد اسمع كلامه اساسا، مفيش غير انا وامين الشرطه واتنين عساكر. تعرف ايه اللي بيعجبني فيك يا شريف؟ انك عارف طريق الصح فين ومصمم تمشي فيه مهما حصل. عصفور. بابا جوه؟ بس معايا ناس في المكتب. معاه ناس في المكتب؟
طيب انا هقعد استناه هنا. مالك يا منى في ايه؟ اصل كريم جاي يخطبني من بابي وانا شايفه ان هم طولوا قوي في اوضه المكتب. جاي يخطبك؟ ربنا يسعدك يا رب يا بنتي يا رب. تفتكر بابي ممكن يرفضه يعني؟ ممكن يرفض. بابا ما بيوافقش على حاجة إلا إذا كانت على مزاجه. الله يبشرك. ما تزعليش يا منى. دي الحقيقة اللي أنا عارفها عن بابا كويس. مع السلامة يا باشمهندس. مش قلت لك مش هيوافق؟ تعالى يا عصفور. أيوة يا باشا. إيه الأخبار؟ معلش يا منى بقى. بابي ما وافقش؟ يا بنتي ما تخضيش كده. ألف مبروك. اخس عليك يا عمر وقعت قلبي. قلت لك طالما أنا اتدخلت ما تقلقيش من أي حاجة. طب وتابعوا على كل حاجة؟ أيوه وفرحكم الأسبوع الجاي عشان تلحقوا تسافروا. يا رب يخليك لي. يا بنتي خلاص كفاية. أنا لازم أنزل مصر بقى. أشوفك كنت لابسة عروس. ربنا يخليك لي يا عمر، ربنا يخليك لي وما تحرمش منك أبداً أبداً يا أحلى أخ في الدنيا. أيوه يا كريم. أنت اتفقت مع عمر إنك أنت تخرج مكشر صح؟ ماشي يا كريم، احنا هنبتديها كده يعني؟ براحتك. صباح الخير يا حبيبي، الساعة كام؟ الساعة 7. 7؟ ايه اللي صحاك بدري قوي كده؟ تنسي ان النهارده فرح منى؟ يا حبيبي بس احنا لسه بالنهار. لا ما هو بابا بس عايزني ايه معاه عشان نعمل شوية ترتيبات كده. ترتيبات ايه يا عمر؟ وانتوا لسه ما رتبتوش؟ صباح الخير يا بابا. أنا في المكتب.